زيدان، لمسة بينية، الله تسديدة من أول لمسة، ضربهم كواهم، أحرق مرماهم. لم يكن واحد على واحد، يحاول تصطدم الكرة في القائم، الكرة في الشباك، هدف. زيدان، لمسة بينية، الله تسديدة من أول لمسة، ضربهم كواهم، أحرق مرماهم. لم يكن في أجواء مناخية صعبة، نتمنى أن يكون الأداء ممتع، أن اللاعبين يعكسون كل هذه الأجواء ويظهرون لنا كرة قدم ممتعة، أن يكونوا مشتعلين من الداخل ليشعلوا العشب على أرضية هذا الملعب، ونستمتع وإياكم بهذه المباراة الكبيرة والكبيرة جدا. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن يشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. يلعبها لمنطقة الخطر. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ دي بروين، يلعب كرة بينية، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة، ينجح في تمريرها إلى محرز، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض، بعيدة تماما عن المرمى، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. ستيرلينغ، دي بروين، كرة إلى الأمام، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، يسدد الكرة، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. فودن، رحيم ستيرلينغ، الكرة داخل منطقة الجزاء، يستعيد الكرة مرة أخرى على الطاير، كرة أخرى تضيع، أي سوء حظ يلازمهم اليوم.
وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تلعب الكرة إلى الأمام. زيدان، لمسة بينية، الله، تسديدة من أول لمسة، ضربهم كواهم، أحرق مرماهم. لم يكن هناك شك أنه سيسجل هذه الكرة. تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. كرة طويلة للأمام، ديفيد سيلفا، فودين. الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها، هدف مقابل لا شيء الآن. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. زيدان، كرة ملعوبة إلى زيدان، تسديدة، الله يا ولد، هدف غير عادي، قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. لابورتي، دافيد سيلفا، كرة طولية إلى الأمام، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. يبحث عن المهاجم، ضغط قوي وينجح في استعادتها. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، كرة من جهة اليمين، رحيم ستيرلينج، بنيامين ميندي، رحيم ستيرلينج، دي بروين، تلعب الكرة إلى الأمام، تمريرة جميلة، تسديدة في اتجاه المرمى، هدف آخر، مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. أوه، يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. كانت اللمسة الأخيرة تدرس. النتيجة صافرة نهاية الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. مع صافرة البداية لباقي هذا اللقاء، زيدان،
لا يمكن إهدارها. رياض محرز والكرة في الشباك، جول. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم. ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها. هدف آخر يؤكد على قوتهم هذا اليوم، لا يمكن إيقافهم. الله على الكرة، هدف جميل جدا، براعة كبيرة في التمويه، في المرور بشكل جميل أمام حارس المرمى. فرضوا سيطرتهم الكاملة على هذه المباراة. ينقل الكرة للجانب الآخر. هذه فرصة خطيرة، سننتظر. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. الآن فرصتهم للمرتدة، واحد على واحد، يحاول تصطدم الكرة في القائم. الكرة في الشباك، هدف. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. بهذا الكم من الأهداف، بهذا الفارق، أصبح العودة بالنسبة للخصم أمر صعب جدا إذا لم يكن مستحيل. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. روبن دياز، جواو كانسيلو، محرز يحاول تمريرها من بين المدافعين. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. يلعب العرضي، كرة رأسية خطيرة، لم ينجح في استغلالها، في تحويلها داخل المرمى. رحيم ستيرلينج، بنيامين مينتي، ستيرلينج، فرصة للتسديد. الكرة في المرمى، جول. قام بعمل رائع، السيطرة على الكرة بهذه الطريقة. دي بروين، زيدان، رحيم ستيرلينج. استقبال جميل من جانب محرز. لعبة جميلة، تسديدة أجمل، عرضية من ستيرلينج. جدار دفاعي غير عادي، تركيز كبير جدا في مباراة اليوم. دي بروين، محرز، دي بروين، محرز، ديفيد سيلفا، فودن، رحيم ستيرلينج. فرصة سانحة للتسجيل، والتسديد، كرة باتجاه المرمى. الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نقول لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء مع أيضاً مع إجراء تغيير، سيستبدل في هذه الأثناء. انظروا الآن إلى ردة الفعل من الجماهير،
انظروا إلى كمية التصفيق والوقوف تحية لهذا النجم الكبير. يا لها من لحظة تؤكد على قيمة هذا النجم وكمية الحب من المشجعين لهذا اللاعب. ساني ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. فاتت ومرت وصلت إليه. يلعبها ببراء. يا إلهي جول. هذه هي النتيجة لمثل هذه الكرات. بنيامين مينتي، رحيم ستيرلينج، دي بروين، فودين، دافيد سيلفا، ليروي ساني يقطع الكرة، كرة طويلة للأمام. اليوم الأداء الدفاع غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. روبن دياز، فودين يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. شاهدنا براعة نجوم خط الوسط في صناعة الفرص، براعة المهاجمين في ترجمتها. لذلك كانت المباراة كبيرة واستحقوا هذا الانتصار. هذا ما يحب